جاء في الحديث لعن الله المتبرجات، فهل هذا الحكم على المعين؟ الله ما أعرف الحديث بهذا اللفظ لعن الله المتبرجات. نعم، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، هذا الذي أعرف. نعم، لكن التبرج حرام، تبرج حرام، قال جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو إظهار الزينة بعد الخروج من البيت، إظهار الزينة بعد الخروج من البيت، هذا هو التبرج.